قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حسبها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول شيخنا رحمه الله ورحمة واسعة: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. يقول الشارح ابن عقيل رحمه الله: إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل، كمل القراءة سيد مير. إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء. أيوة، اسمع الشيخ علي. الشيخ بيقول إيه؟ إذا عطفت على ضمير رفع المتصل، ماشي شيخنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لقد كنتم وآباؤكم. هذه اللام واقعة في جواب قسم، يعني والله لقد كنت، وقد حرف تحقيق مبني على السكون، كان فعل ماضي ناسخ، التاء دي يا شيخ علي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، الميم الجمع جعلت الجمع. أنتم ده ضمير فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، من الواقع حرف عطف، آباء معطوف على الضمير اللي هو المتصل في كنتم. فهو يقول لك اقرأ العبارة يا شيخنا: إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل، الرفع المتصل يعني ده ضمير رفع متصل، ده رفع لأنه اسم كان، المتصل يعني مش منفصل، متصل بكان، متصل بكان. وجب إذا عطفت على ضمير رفع متصل، ها؟ وجب أن تفصل بينه. وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت. هذا الاسم الظاهر وبين الضمير المرفوع. وجب أن تفصل بينهما، خلاص؟ تمام. قال: فافصل بالضمير المنفصل. إن عندك كنتم ده ضمير إيه؟ متصل. أنتم ضمير منفصل. منفصل. يبقى فصلنا بين المعطوف اللي هو آباء والمعطوف عليه اللي هو ضمير المتصل المرفوع بضمير منفصل اللي هو إيه؟ أنتم. ده يسموه ضمير إيه يا ولدي؟ منفصل. ضمير فصل. ضمير فصل. ضمير فصل. أيوه، ضمير فصل. بين المعطوف وبين المعطوف إيه؟ عليه. عليه. سامعين يا شيخنا؟ طيب، ها يلا يا سيدنا. بس هو سيدنا هنا فصل دي وجوبا؟ نعم. ضمير فصل. أيوه، طب ما هو قال كده: وبلا فصل يرد في النظر. يعني قليل لو جاء من غير فصل. نعم. بس هو هنكمل الشرح وبعدين نعرف يا سيدنا. ويقع يقول: يقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل. سمعنا يا شيخنا؟ يقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل. نعم. ماشي يا مرحبا. اسكن انت وزوجك الجنه. اذهب انت واخوك. فهمتوا ولا لا؟ فهو يقول الشيخ: يقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل. ماشي يا شيخنا؟ فهم يا شيخ علي؟ ايوه يا ستة. أو فاصل ما. كلمة ها؟ أو فاصل إيه ما نقول أنا؟ ما. طب نكمل الشرح. ويقع
الفصل, الفصل بين. وكذلك كالمفعول به في نحو أكرمتك وزيد. خد بالك يا شيخ, أكرمتك وزيد أكرم فعل ماضي مبني على السكون, التالي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل, والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. الواو حرف عطف, زيد معطوف على الضمير المرفوع ده المتصل, بس الفاصل بينهم المفعول به. عشان كده بيقول او فاصل ما. هنا قال فافصل بالضمير المنفصل يعني كثيرا. هذا هو الوارد يعني في كلام العرب كثيرا وفي القرآن الكريم. لقد كنتم انتم واباؤكم. يجوز هنا استاذنا اكرمتك انت وزيد. نعم يجوز اكرمتك انت. لا ما هو ما يتمحش فاصلان يا شيخ. احنا فصلنا بفاصل واحد بس, ما كنتش الكاف اقول اكرمتك انت وزيد. فهمت حضرتك؟ لا عفوا, لا ما تقولش اكرمتك وانت. لا ما احنا فصلنا بالضمير بالمفعول. نعم فخلاص ما يتمحش اكثر من فاصل. ايوه او فاصل ما, يبقى او فاصل يا شيخنا. نعم فاصل تنكر. نعم اي فاصل خلاص هنا فصل بالمفعول. يلا يا شيخنا يلا. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذه كلمه جنات عدن يدخلونها ومن صالح. جنات مبتدا مرفوع علامة رفع الضمه الظاهره, جنات مضاف عدن مضاف اليه, يدخلونها. فاهمين يا اولادي؟ يدخلون ده فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون للافعال الخمسه, والواو دي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يدخل, والهاء يدخلونها العاده عن جنات ده فاصل بين من وبين الضمير. فهمت ولا لا؟ يبقى فصل الواو دي حرف عطف, من من يا جنات عدن يدخلونها ومن صلح يعني والذي صلح من ايه, ومن صلح والذي صلح من ابائهم وازواجهم. اذا من ده اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معقوف على مين؟ على واو الجماعه. فصلنا بين من وبين الضمير المتصل المرفوع بالضمير اللي هو يدخلون نها. فهمت ولا لا؟ خلاص هذه معنى ايه شيخنا؟ او فاصل ما. يبقى اذا عطفت اسما ظاهرا على ضمير متصل خلاص وجب الفصل بالضمير المنفصل, ويجوز ان يكون الفاصل غير ذلك اللي هو اقول فاصل ما اللي هو المفعول به يعني. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا. ايوه ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ما أشركنا إيه؟ ولا آباؤنا. شوف ما أشركنا ها ولا آباؤنا. يبقى أشرك فعل ماضي مبني على الفتح, ما أشرك ده مبني على السكون لاتصال بناء الدالة على الفاعلين, الدالة يا أولادي على إيه؟ المتكلمة معه غيبة. نا ده ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل, الواو دي حرف عطف مش كده؟ طيب هذه لا فاصله بين المعطوف والمعطوف عليه. فهمتوا ولا لا؟ يبقى اباء اسم معطوف على الضمير المتصل المرفوع اللي هو نا. فاصلنا بينهما بلا. فهمتوا يا ابني ولا لا؟ هي لا النافيه. سمعتوا يا ابني يا شيخ؟ يبقى الفصل قد يكون بالمفعول وقد يكون بلا ايه؟ عشان كده قال او فاصل ما. خلاص يا ولاد؟ يلا يا شيخ نكمل. ها والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو اضرب انت. الضمير المرفوع المستتر في ذلك المتصل. شوف يا شيخنا اسمع كده العباره, اسكن انت وزوجك. الواو دي حرف عطف صح؟ تمام. زوجه ده اسم معطوف على الضمير المستتر يسكن هو دافع الامر وفاعله يستتر وجوبا. الذي ظهر ده تاكيد للمستتر. فهمتوا ولا لا؟ طيب يبقى احنا مولانا هنا ايه فصلنا
فصلنا بي. أنت فصلنا بين إيه؟ زوجك وأنت بأنت. صح كده؟ يبقى خد بالك هو بيقول إيه؟ العطف على الضمير المتصل المرفوع كالعطف على الضمير المستتر. سمعنا يا شيخنا واضحة؟ واضحة؟ وزيها اذهب أنت وأخوك. يلا مولانا انهى. وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت، وأشار بقوله وبلا فصل يرد لأن ورد في النظم كثير العطف على الضمير المذكور بلا فصل. قلت إذا أقبلت، قلت إذا أقبلت وزهر تهادى، وزهر تهادى كنعاج الفلا تسعفنا تعسفنا رملا تعسفنا رملا. هو البيت قلت إذا أقبلت وزهر تهادى، هو بيقول زهر جمع زهراء وهي المرأة الحسناء البيضاء. خلاص يا شيخنا؟ طيب تهادى أصله تتهادى فحذفت إحدى تعين تخفيفا ومعنى تتمايل. كنعاج جمع نعجة والمراد هنا بقر الوحش. كنعاج الفلا، الفلا اللي هو الصحراء يعني. تعسفنا رملا يعني أخذنا على غير الطريق وملنا عن الجادة. الشاهد هو طبعا معنى البيت واضح ويتغزل في إنسانة يعني. طيب نشوف هنا الشيخنا بيقول إيه؟ الشاهد أقبلت وزهر، شوف ما لنا ها؟ أقبلت أقبلت ها؟ و ها؟ زهر. أقبلت وزهر، إحنا قلنا زهر اللي هو جمع زهراء للمرأة الإيه؟ الحسناء، صح يا ولد؟ أقبلت، أقبل فعل ماض مبني على الفتح والتاء دي تاء التانيث، أقبلت هي. سمعت ولا يا شيخ؟ نعم. وزهر، يبقى هنا زهر اسم معطوف على الضمير المستتر في أقبلت. نعم. ولا يوجد فاصل. لا يوجد لا ضمير منفصل ولا مفعول به ولا النافية. هذا عشان كده بيقول ايه؟ ها؟ النظم في الشعر. وبلا فصل يرد في النظم يعني في الشعر. فاشيا ها؟ كثير. يعني كثير. وضعفه اعتقد، يعتقد ان ده ضعيف. تمام. يعني يحمل على ايه؟ الضرورة أو الندور يعني. فهم يا شيخنا؟ نعم. وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل. نعم. وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل. نعم. زيد ما قام إلا هو وعمه. أيوة. طبعا علم من كلام ده كلام الشارح يعني. هو الشيخ ركز على إيه شيخ عزوز؟ على العطف على الضمير المتصل المرفوع. نعم. إذا لم يتحدث عن الضمير الإيه؟ المنفصل. خلاص؟ يبقى إيه يقصد إيه؟ علم من كلامه. علم من كلامه يا شيخنا ها؟ أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل. أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل. هو المثال كده زيد. زيد ما قام إلا هو وعمر. ما قام إلا هو وعمر. هو وإيه؟ وعمر. ما قام إلا هو وعمر. يبقى ما حرف نفي، قام فعل ماضي إلا ذي أداة حصر. هو تفاعل مين؟ لقام. يبقى ضمير منفصل مبني على سكون، مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وعمر معطوف على إيه؟ على الضمير ده. ولا يوجد فاصل. ليه يا شيخنا؟ ليه لا يوجد فاصل؟ لأن الضمير المعطوف عليه ضمير منفصل وليس متصل. خلاص يا شيخنا؟ يلا يا مولانا. وكذلك الضمير منصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا. زيد يا شيخنا ضربته وعمرا. زيد مبتدا، ضربته ده فعل وفاعل ومفعول، ضرب فعل ماض تاء الفاعل الهاء مفعول، صح يا شيخنا؟ نعم يا شيخ. وعمرا الواو حرف ايه؟ حرف عطف. عمرا معطوف على الضمير ده اللي هو المنفصل. نعم. عفوا اللي هو المتصل في محل نصب. نصب. هل يوجد فاصل يا مولانا؟ لا في شيء. لا يوجد فاصل لأن الضمير المعطوف عليه ليس في محل رفع وإنما هو في محل إيه؟ نصب. تمام يا شيخنا؟ نعم. ده يخرج محترزات القاعدة يعني. فضل يا شيخ. وما أكرمت إلا إياك وعمرا. ما أكرمت إيه؟ إلا إياك وعمرا. ما أكرمت إلا
إياك إيه وعمرا. لاحظ إن إياك ده ضمير أولاد إيه منفصل، في محل نصب. أيوة في محل نصب، لكن ده ضمير متصل بس في محل نصب، وده ضمير منفصل بس في محل نصب، فلا يوجد فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. يبقى إذا كان المعطوف عليه ضميرا منصوب ضميرا في محل نصب سواء كان متصل أو منفصل، لا مش لا لا يبقى ليش لا يوجد عطف، لا يوجد فاصل يعني. تفضل يا شيخ. وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد. هذه أصل إيه للموضوع؟ قول يا شيخ يلا ها. قول يا شيخ. وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه. وعوض خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. صلوا على الحبيب. سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله قرأ قول الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إحنا قرأتنا بنقول إيه والأرحام صح؟ نعم. فهنا عطف اسما ظاهرا على ضمير مجرور بحرف الجر. نعم. البصريون لا يجيزون عطف اسم ظاهر على ضمير متصل مجرور إلا بإعادة حرف الجر نفسه. يقولون يعني إيه؟ ترجمون اتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام. فهمت ولا؟ ولذلك ورد عنهم أو عن الزجاج تقريبا اللي هو من البصريين قال لو دخلت المسجد ووجدت الإمام يقرأ بهذه القراءة لأخذت نعلي وانصرفت. هو يعتقد أن الصلاة بطلة يعني. هو ظن أن القارئ اجتهد يعني، هو ما عندوش علم يقين أن هذه قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن ده اجتهاد من الايه؟ من القارئ. هكذا ظن. فهمت يا شيخ؟ فصوب القاعدة التي تقول ذلك قالوا ايه؟ وعوض خافض شوف اتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام. نعم. فاذهب ها فاذهب فما بك والأيام من عجب. اليوم ايه؟ قربت تشمنا وتهجونا فاذهب فما بك والأيام من عجب. يبقى الكوفيون أجازوا عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بحرف الجر بدون إعادة حرف الجر نفسه اللي هو الخافض. وذلك أنا أشوف قال وعود خافض لدى يعني عند عطف على ضمير خافض لازما قد جعل. هذا على كلام مين يا مشايخ؟ على كلام البصريين. وليس عندي لازما. يبقى هنا انحاز الى كلام مين؟ الكوفي. ولاحظ ان سيدنا حمزه من الكوفه. وبالكوفه الغرائب منهم ثلاثه اذاعوا فقد اضاع شدا وقرن فلا. الاول سيدنا ايه؟ عاصم. والثاني حمزه والثالث الكسائي. دول قراء الكوفه. فهمتوا هذا يا اولاد؟ وطبعا هو ملوش علاقه بالنحو لا من قريب ولا من قريب ولا من بعيد. هو فقط دي قراءة متواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بحال من الأحوال إيه؟ أن تخطأ أبداً، لأنها قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقراءة المتواترة لا تخطأ بقواعد الإيه؟ لأن فيه يعني أنه حال لم يحصل كل القواعد. صح أولاد ولا لا؟ طيب. وعلى كل هو الشيخ قال إيه؟ وعوض خافض، فاهمين الكلام ده؟ وعوض إيه؟ به وبالأرحام. وعود خافض، أين الخافض؟ اللي هو الداء الباء. وأين المخفوض؟ اللي هو الهاء. هو عايز الخافض ده يرجع يعود. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. هذا عند البصري. وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر القرآن الكريم والنظم اللي هو الشعر. صح ولا لا؟ نعم. هو قبل بيت ده؟ نعم بيت الأيام. فاليوم قربت تهجونا وتشمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب. من عجبي. فاهم يا شيخ؟ نعم شيخ. أصل ده كلام جميل؟ نعم. يبقى حجة الإيه؟ الخوفين أرجح. ليه يا ولادي؟ لأن هو خلاص؟ طيب يلا يا شيخ نهار يلا كويس. والفاء قد تحذف مع ما عطفت. وإزيك شوف إيه؟ إذ قد أتى في النفل والنظم الصحيح مثبتا.
مثبتة صح ولا لا؟ نعم يلا يا شيخنا. والفرق تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت. والفاء قد تحذف مع ما عطفت. قد تحذف الفاء مع معطوف الدلالة. ومنه قوله تعالى فمن كان منكم إيه؟ مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وزن في سقط هنا. قد تحذف الفاء مع معطوف الدلالة. في سقط زن. لا مسكوت عندي نفس الحاجة. أيمن عارف. طب الدلالة على إيه؟ طيب. ومنه قوله تعالى أيها شيخنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي فأفطر مش كده؟ نعم سيد. فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. فحذف أفطر والفاء الداخل عليه وكذلك الواو. يقصد دلالة المعنى أستاذ معنى؟ ممكن. أيوه لأنه دل عليه دليل يعني. الدلالة عم دل عليه دليل. كل الشيخ بدأ يتنهى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر خلاص فأفطر ها؟ نعم فعدة مش كده شفنا؟ نعم أستاذ. فأفطر فعليه عدة. فأفطر فعليه عدة من أيام عدة صح؟ نعم. شوف يا مولانا الكلام الجميل. قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة على ايه؟ للدلالة على المحذوف. ها؟ على المحذوف. للدلالة على المحذوف يعني. شوف يا مولانا بقول ايه؟ شوف يا سيدنا. تفضل يا سيدي. فمن كان منكم مريضا او على سفر. انتوا عارفين في الشرع الحنيف من باب التأثير على المسلمين ربنا جل وعلا اجاز للمسافر وللمريض ان يفطر صح ولا لا؟ فمن كان منكم ايها الصائمون مريضا أو على سفر فأفطر. لا. كان مريضا فأفطر، كان مسافرا فأفطر. طيب يبقى لي فأفطر أدي الفاء وأدي المعطوف بعدها. نعم. وكمان إيه؟ فعليه عدة من أيام أخرى. صلاة المغرب. الكلام ده يا أولاد مش مفهوم من سياق الآية؟ نعم. ها؟ خد البتاع بركة يا شيخ. مش كده مفهوم من سياق الآية يا شيخنا؟ نعم يا شيخ. عبد العزيز؟ نعم. يبقى إيه؟ حذف ها لانه دل عليه دليل وحذف ما يعلم بالغير. انت شيخنا؟ نعم. قال الدلاله اللي دل عليه ايه؟ هذا المقصود للدلاله. للدلاله اللي دل عليه ايه يا شيخنا؟ دليل. فهمت يا شيخنا؟ هو بس هنا ثاني يبقى طيب خلينا نكملنا بس. فمن كان منكم مريضا او على سفر شأن المريض والمسافر ان يصوم ولا يفطر؟ يفطر. طيب فافطر فعليه مدر. عشان كده بقول ايه ها؟ والفاء قد تحذف مع ما عطفت. الفاء هي حذفت مع ما عطفت. يبقى عطفت فأفطر وفعليه عدة. يبقى حذفت مع معطوفها للدلالة. يعني للدلالة لأنها دل عليه دليل. وحذف ما يعلم إيه ولا جائز. صح يا شيخنا؟ صح. هدي لك يا شيخ عبد العزيز. وكذلك الواو. والواو إذ لا لبس وهي انفردت. الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان. طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان. طليحان راكب الناقة والناقة طليحان. شوف يا شيخ عبد العزيز راكب الناقة ها طليحان. طليحان أصل راكب الناقة إيه؟ والناقة صح يا شيخنا؟ نعم. يبقى الواو دي حرف عطف والناقة معطوفة على راكب. على راكب المعطوف عن مرفوع مرفوع. نعم. الناقة اللي دي وجاب الخبر اللي هو ايه؟ طليحان. حذف الواو والمعطوف. يبقى حذف الواو وما عطفت. نعم. هو يقول هنا يا شيخنا والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إلا لبسة.
إلا يا شيخنا يعني لا سواء في المثال يعني سواء في الآية أو في المثال الذي استشهدنا به وهي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله وانفردت الواو من بين حروف العطف أيوة. بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب إذا ما الغانيات الغانيات جمع غانية وهي المرأة الجميلة سميت بذلك لاستغنائها بجمالها عن الحلي يعني بسميها جمال رباني بنقول كده يعني سمع شيخنا؟ طيب وقيل لاستغنائها ببيت أبيها عن أن تزف إلى الأزواج برزنا يعني ظهرنا زججنا الحواجب يعني دققناها وأطلناها الشاهد وزججنا الحواجب والعيون حيث عطف الشاعر بالواو عاملا محذوفا قد بقى معموله فأما العامل المحذوف هو الذي قدرناه في الإعراب وكحلنا العيون لأن العيون لا تزجج أيوة فالعيون مفعول به مفعول بفعل محذوف يا شيخ إذا مغني إيه؟ إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون والعيون شوف يا شيخ سيد زججنا الحواجب احنا قلت معنى كلمة زججنا يعني معناها ايه؟ دققنا يعني دققناها واطلناها اللي هو المرأة اللي هو بيسموه في الحديث اللي فيش فيه نهي عنها النمص يعني ترقق نعم اللي هو الايه؟ الشعر اللي هو موجود على الايه؟ فوق العين صح يا شيخنا؟ تمام عشان تتجمل يعني لزوجها وزججنا الحواجب طب الحواجب ها؟ بتدقق لكن هل العيون تزجد؟ لا لا يبقى هنا والعيون يعني وكحلنا الايه؟ كحلنا العيون صح يا شيخنا؟ يبقى العيون مفعول به لفعل محذوف وعطف جملة على جملة زججنا الحواجب وكحلنا العيون يبقى عطف جملة على ايه؟ فالواو هذه انفردت من بين حروف العطف بأنها تعطف إيه يا شيخنا؟ تعطف معمولا حذف عامله نعم. على جملة سابقة نعم. معمول لأن كلمة العيون مفعول به لفعل محذوف خلاص؟ نعم تحذف إيه؟ ما هذه مفعول به لفعل محذوف الفعل ده اسمه عامل والعون معمول يعني مفعول به هو عمل فيه النصب هذه ميزة فيها شيخنا؟ ولذلك دي تضاف إلى مزاياها الأخرى يعني الواو هذه لها مزايا من هذه ولذلك استحقت انها تبدا بها يبدا بشوف الواو والفاء ثم بداوا بالواو اشوف انها انفردت بالمزايا نعم يبقى من حروف العطف تعطف معمولا حذف عامله كذا اللي صح ولا وهي انفردت من بين حروف بعطف عامل بعطف عامل فين العامل يا شيخنا اللي هو كحال محذوف عامل مزال ما معنى مزال محذوف يعني محذوف خلاص قد بقي معموله اين المعمول الذي بقي له هو العيون خلاص دفع عن ايه لوهم التقليد ده دفع عن يا شيخنا لوهم التقليد قول يا سيدي وحث مطبوع بدا هنا استبح عطفك الفعل على الفعل دفع الوهم ايه التقي ايه دفع الوهم التقي الوهم ده انه لو لم تعطف هذا العامل الذي عمل نصب في العيون لكان هيحصل في وهم ايه الوهم انه لو عطفنا العيون على الحواجب لتوهمنا ان الترقيق يحصل في في الايه في الحواجب وفي العيون في العيون ده فهمت ولا لا هذا دفعا يبقى احنا قلنا هي عطفت انفرد بعطف عامل اللي هو كحلنا عامل مزال يعني محذوف قد بقي معموله طيب لماذا قدرنا ذلك؟ قال دفعا لوهم التقي يعني ايه؟ يعني خلاص ابتعدنا عنه زال نعم
لأنه لو لم نقدر هذا لكان حصل الوهم أنه زجلنا الحواجب وزجلنا أيضا العلوم. مثل زدنا اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم. مثل في كتابنا لهذا الموضع بقول الله اسكن أنت وزوجك الجنة. والتقدير ولتسكن زوجك. طيب. بس هو ما جابهاش هنا يا شيخنا. ماشي. كمل يا شيخنا وحذف. وحذف مدبوع بدا هنا استاذ. وإيه؟ وحذف مدبوع بدا. قد يحذف المعطوف عليه. ليدل عليه. احنا بنتكلم عن المعطوف صح؟ نعم. الان ننتقل عن المعطوف عليه اللي هو قبل حرف العطف يعني. وحذف ولو حذف مدفوع بدا يعني ظهر هنا استبح. قد يحذف المعطوف عليه للدلاله عليه وجعل من قوله تعالى ها افلم تكن اياتي تتلى عليكم. يا سلام افلم شفت افلم قول يا شيخنا تكن تكن اياتي تتلى اياتي ايوه تتلى عليكم تتلى عليكم أفلم تكن آياتي. قال الزمخشري التقدير التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. شوف يا شيخنا ألم تأتكم هو دايما يا شيخنا يبقى فيه همزة استفهام بعدها حرف عطف معناه المعطوف عليه محذوف. تمام شيخنا؟ نعم. أفلم لأن الهمزة دي حرف استفهام يعني استفهام توبيخي أو إنكاري عليه. طيب يبقى الفاء دي حرف عطف. نعم. تعطف ما بعدها على ما قبلها. وهل ما قبلها يوجد شيء؟ لا. ما في؟ يبقى ده اسمه المحذف المعطوف عليه. نعم. قدروا الزمخشري ده كان عالم كبير من علماء اللغة والبلاغة يعني. قال ألم تكن ألم تكن ألم تأتكم آياتي؟ ألم ها؟ ألم تأتكم يا سلام آياتي وبعدين ها؟ فلم تكن تتلى عليكم. فلم تكن تتلى عليكم تتلى عليكم. شوف يا سيدنا الشيخ علي ألم تأتيكم آياتي هذا المعطوف فلم الفاء حرف ايه؟ العطف يبقى ده المعطوف وده المعطوف عليه. نعم ده معنى كلام الشيخ وحذف متبوع لأنه ده المعطوف ده تابع والمعطوف عليه متبوع. تمام خلاص؟ وحذف متبوع بدأ يعني ظهر هنا استبح هنا في علف العطف استبح خلاص يا شيخنا يعني هذا مباح ان يحذف المعطوف عليه وعطفك على ايه الفعل على الفعل يصح ولا يا شيخنا وعطفك الفعل على الفعل يصح وعطفك الفعل على الفعل ايه يصح. طبعا لاحظ يا سيدنا احنا كل الامثله اللي سبقت كل عطف اسم على اسم صح ولا لا صح. انتقل كلمه برضه زي ما عطفت اسم على اسم عطف برضه ايه فعل على فعل صح يا شيخنا تقول يا شيخنا يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب يقوم زيد ويقعد جاء زيد وركب اضرب زيد وقم يعني تعطف الفعل على فعل الفعل ده قد يكون ماضي او مضارع او امر بس لازم تعرف زي ما سيدنا قال لازم اعصب واحذف مضارع على مضارع وماضي على ماضي ماشي ما هو بيقول ايوه عطفك الفعل على الفعل ما انا قلت الفعل تعطف الفعل ماضي على ماضي مضارع على مضارع امر على امر يلا يا شيخنا البيت الاخير واطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. يا سلام يجوز ان يعطف الفعل على اسم مشبه للفعل كاسم الفعل وغيره ونحو ويجوز ايضا عكس هذا وهو ان يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم فمن الاول قوله تعالى اقرا كده شفها فالمغيرات صبحا يا سلام فاثرن به نحو والمغيرات صبحا ها فاثرن به نقعا به نقعا فالمغيرات الفاء دي حرف ايه شفنا؟ حرف القاف ايوه أثرنا نجا جملة فعلية؟ نعم فعل ده؟ نعم عطف على اسم الفعل هو المغيرات أغار فهو مغير نعم يعني تقدر إيه؟ أثرنا لا أغرنا وأثرنا لأنه ده يشبه الفعل نعم عشان كده بنسميه اسم فاعل يعمل عمل الفعل يعمل عمل إيه؟ الفعل لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في نفسها أجعله في الأرض خليفة. فالمغيرات صبحا فأثرنا. ها؟ فالمغيرات أغرنا صبحا وأثرنا به نقع. فالمغيرات. فالمغيرات. أيوه فالمغيرات. ماشي. فالمغيرات. يبقى أثرنا معطوف على إيه يا شيخنا؟ نعم المغيرات. يبقى هنا يا شيخنا زي ما نقول إيه؟ أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل
لأن أغرنا أقول مغيرات أحول الاسم إيه الاسم فعل يعني. وده يؤتى باسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع ثم تقلب بين المضارع مين مضمومة وتكسب ما قبل وتكسب ما قبلها. وجعل منه قوله تعالى وجعل منه قوله تعالى وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين جعل منه قوله تعالى جعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأخرجوا يا الله. سلام إن المصدقين ها المصدق المصدق تصدق فهو متصدق إن المصدقين والمصدقات ها وأقرضوا الله أقرضوا يبقى عطف هنا إيه أقرضوا على اسم فاعل. يلا يا سيدنا ومن الثاني قوله ومن الثاني قوله فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة. شوف يبير يعني يهلك عدوه ومجر عطاء يعني إذن هو رجل شجاع وكريم. يبير عدوه يعني يهلك عدوه وبعدين قال إيه ومجر عطاء العطاء يقصد به إيه يعني النعم التي يجود بها على الفقراء وعلى المساكين. فقال ومجر مجر أصلا مجري أجبر فهو مجري فعطف اسم الفاعل على الايه ده عكس الأول. المعنى كلام شفنا واعطف على اسم شبه فعل فعلة وعكس استعمل تجده سهلة تجده ايه سهلة يعني ما فيش أي فكرة أي صعوبة. يلا قول أبيات الشيخ وإن على ضمير رفع المتصل وإن على ضمير رفع المتصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا في النثر والنظم الصحيح والفاء قد تحذف مع ما عطفت والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ ليس لبس وهي انفردت والواو إذ لا لبس وهي انفردت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعاطف عامل مزار قد بقي بعطف عامل مزار قد بقي معموله دفعا لوهم التقي معموله دفعا لوهم التقي وحذف متبوع بدا هنا استبح وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وعطفك الفعل على الفعل يصح واعطف على اسم شبه فعل فعلا واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكس استعمل تجده سهلا وعكس استعمل تجده سهلا الله اعلم وعلى المصلى وسلم على رسول الله محمد.